المحاضرة الماضية بعد ما تكلمنا عن الألكوهولز وتسميتهم والهيدروجين بوندينج والخواص، بدينا في موضوع كثير مهم في موضوع الألكوهولز اللي هو موضوع الحامضية الأسيديتي. طبعا حكينا احنا شغلة انه الأسيديتي حسب تعريف لوري برونستيد، الأسيد بروتون دونر، بده يفقد بروتون، فبيصفى عندنا اللي هو الأيون السالب والبروتون. واضح؟ الآن المشكلة إنه الحامض يكون قوي، في قديش الأيون السالب يكون ثابت. يعني المشكلة مش في البروتون، لأنه لو أخذنا 10 أحماض، 10 أحماض حيفقدوا نفس البروتون، بس في كل حالة حيضل جزء سالب مختلف عن الجزء الثاني. واضح؟ فبناء على ذلك لما أنا بقارن قوة الأحماض ما بطلعش على البروتون، أنا بطلع على الجزء السالب. هل يا ترى الجزء السالب اللي عندي قادر يتحمل الشحنة، يحملها ولا لا؟ يعني مثلا لو بدنا بس كمراجعة بسيطة نذكركم في HBR و HCl، التنين بيعملوا H+، لكن هنا إيش بده يصير عندي؟ Br-، إذا مشكلتي أنا Br- والCl-، مين أقدر فيهم على حمل الشحنة السالبة؟ هو اللي بيحدد قوة الحامض. طبعا فادي الحالة اللي لاحظونه الـ HBr أقوى، وقالوا السبب إنه حجم ذرة البروم أكبر من حجم ذرة الكلور، فالحجم الكبير بيقدر يحمل أكثر من الصغير، الولد الكبير بيحمل ثقل أكثر من إيش؟ من الطفل الصغير. الآن هنا نفس الإشي، لو بدي أجي أقارن مثلا هاي عندي مجموعة الكهولز مقارنين بالمية، HOH، HO مثل HO، إثل HO، ترايبيوتيل، زي ما بتلاحظوا كل الجزء اللي موجود هنا هو اللي بده يمثل إيش؟ الجزء السالب، وهذه حتطلع على شكل الـ H+. طبعا هو الكحول مش أيوني، عشان الكلام يكون واضح، الكحول مش ايونيك كومباوند، يعني محدش يتخيل انه الكحول زي Na+Cl-، لا، الكحول عبارة عن موليكيولار كومباوند، لكن لما بده يتعامل كأسيد بيفقد الـ H+. واضح؟ وبضل عند الجزء السالب. فقوة الأحماض مرتبطة بإيش؟ بهذا الجزء السالب. حتى نفس الإشي لو بدكم تقارنوا الفينولز، كل هذا يمثل هال H+، كل هذول يمثلوا الجزء السالب. وين في قدرة على حمل الجزء السالب بيكون المركب أقوى. إذا بدي أجي أطلع بوضوح، بلاحظ إنه المنطقة الأولى تقريبا كلها تمثل أحماض ضعيفة، المية زي الميثانول نوعا ما، زي الإيثانول شوية صغيرة بتفرق في التيرشير بيوتانول، ما فيش عندي مشكلة. وين بيبدأ يصير تغير والحامض بيبدأ يصير أقوى كتير؟ هنا اطلع على هذا الحامض CF3CH2OH، ترايفلورو إيثانول بنسميه، إيثانول لكن مبدل فيه 3 ذرات هيدروجين بإيش؟ بفلور. لو بدي أرسم هذا لحاله، أرسم الأيون السالب تبعه، هاي CH2O-، بعدين C فلور. ايش اللي خلى هذا يصير حامض قوي؟ انه الفلور الكترون وذ دروينج جروب، واضح؟ الالكترونيجاتيفيتي تبعتها عاليه. بناء على ذلك صح انا عندي هنا في مشكله، لكن في عندي سحب لهذه المشكله، في عندي شحنة سالبة، في مجموعات بتسحب الشحنة السالبة، إذا ما ضلتش الشحنة السالبة مركزة هنا. واضح؟ هذا الإفكت هو مساعدة في حمل الشحنة السالبة، هو اللي سميناه إيش؟ Inductive effect. إذا إحنا بنقدر نقول الآن إنه الترايفلورو إيثانول is more acidic than إيثانول due to inductive effect، إنه الشحنة يجي شيء يحمل فيها، يساعد في حملها، يسحب هذه الشحنة. هذا عبارة عن inductive effect. طبعا أكيد بده يصير واضح عندكم تماما لو بدكم تعملوا مقارنات
لو كنت بدي أقارن مركب في فلور واحدة وثلاثة فلور، أنا هو مور أسيديك الثلاثة فلور. لو كنت بدي أقارن مركب في ثلاثة فلور أو المركب اللي فيه ثلاثة كلور، الفلور أعلى، الفلور الإلكترونيجاتيفيتي إله أعلى. كل هذا هو عبارة عن الاندكتيف إفكت. الآن لاحظوا معي الاندكتيف إفكت، الاندكتيف إفكت زي ما ممكن يكون مساعدة ممكن إنه يكون له أثر عكسي. واضح؟ يعني مظبوط احنا بنجيب ناس يساعدونا وممكن يساعدونا، بس في ناس بنجيبهم يساعدوا ويحلوا المشكلة بزيدوا، ايش بيقول المثل؟ بزيدوا الطينة بلة، او جبناك يا عبد المعين تعين لقيناك. اذا ممكن هذا الاثر في مركب تاني يكون اثر عكسي. لو كانت المجموعة اللي هنا مش بتسحب بتعطي. واضح؟ لو كانت المجموعة اللي هنا مش مجموعة ساحبة للإلكترونات بتخفف المشكلة، مجموعة معطية للإلكترونات بتزيد المشكلة. لو بدنا نتخيل وين هذا الكلام ممكن يصير، لو شلنا هذا الفلور وحطينا بداله CH3، المثل غالبا بتعمل كإلكترون دونيتنج جروب CH3. الآن هنا السي اتش 3 ايش اللي بتعمله؟ بتعطي الكترونات مش بتزيد الكترونات، إذا زادت الشحنة السالبة عندي. بناء على ذلك هذا المركب اللي زي هذا، أو لو كانت الأو اتش مباشرة هنا، يعني احنا موجود عندنا المركب اللي فيه الأو اتش موجودة هيك مباشرة، يعني الأو ماينس اللي هو التيرتشري بيوتانول، اطلعوا على هذا اللي حامل 3 سي اتش 3، ايش صار للبي كي اي تبعته؟ صارت 18، زادت البي كي اي، قلت الاسيديتي. الان هنا ليش قلت الاسيديتي؟ برضه بسبب الاندكتيف افكت. هو اندكتيف افكت سواء الاندكتيف افكت اخذ او اعطاء الكترونات، وباعتمادا على ايش بيصير في المحصله للشحنه بيكون الجواب تبعنا. والله اذا الشحنه قلت بيكون الوضع ممتاز عندنا، بتزيد الحمضيه. اذا الشحنه زادت بقل الثبات، قل الثبات بتقل ايش؟ الحامضيه. واضح؟ فهذا هو اندكتيف افكت. الحقيقه المفروض هذا الكلام برضو يذكركم بشغله، بس خلينا نلخصه شويه. لما يكون عندكم شحنة سالبة، شحنة سالبة، ونيجي نقول انه حطينا الكترون with a drawing effect، الكترون with a drawing group، شو بتعمل في الشحنة السالبة؟ افهموا معي، هاي بدي الخص لكم اياها. لما يكون عندي نيجاتيف تشارج شحنة سالبة، يا بيكون عندي الكترون with drawing group يعني مجموعة بتسحب الالكترونات، يا مجموعة بتعطي الكترونات donating group. الآن إذا في عندي الكترون with drawing group شو بده يصير للشحنة؟ بدها تقل. ولو في عندي donating group شو بده يصير للشحنة السالبة؟ بدها تزيد. طبعا انتم عارفين انه الاستابيليتي علاقه عكسيه مع اللي هو الشحنه. بناء على ذلك لو انا هنا بحكي the charge decrease، لو بدي اجي اقول هنا الاستابيليتي شو بدي اقول على الاستابيليتي؟ increase. الاستابيليتي هنا increase، هنا decrease. اذا الشحنة السالبة لما بنحط جنبها الكترون with drawing group بزيد ثباتها، لما نحط جنبها الكترون donating group بزيد تركيزها بقل ثباتها. هذا الكلام متعلق بإيش؟ بالشحنة السالبة. مثل هذا المثال احنا عشان نأكد الكلام مر عليكم شغلة شبيهة لكن شحنة موجبة تكون. وين مرت علي الشحنة الموجبة إذا بتذكروا؟
في الكاربوكاتيونز، في الكاربوكاتيونز التيرتشري، حتلاحظوا انه التأثير هنا حيصير عكسي. يعني لما تاخذوا هذا CH3 وهنا يكون عندكم بوزيتيف، واضح؟ التشارج هنا ايش مالها؟ بوزيتيف. برضه مرة ثانية بدي اجي اقول والله الالكترون وذ دروينج جروب شو بتعمل؟ والالكترون دونيتنج جروب شو بتعمل؟ لاحظوا هنا عندي شحنة موجبة، لما اسحب منها الكترونات شو بصير للموجب؟ بزيد بزيد، لانه انا قاعد بشيل الكترونات، كل ما بشيل الالكترونات كل ما بشيل السالب شو بعمل في الموجب؟ بزيد. اذا الالكترون وذ دروينج جروبس ذي انكريز ذا تشارج، بناء على ذلك شو بيعملوا في الاستابيليتي؟ مباشرة لما بدي اجي اقول الاستابيليتي بدها تصير ديكريز. فلو عندي كاربوكاتايون وجنبه مثلا هنا ثلاث ذرات كلور او مثل حاملة كلور او حاملة فلور، ثباته بقل. واضح؟ الان لو عندي الكترون دونيتنج جروب بوزيتيف بحط عليه الكترونات، شو بده يصير فيه؟ بتعادل بتعادل بتقل الشحنة. اذا التشارج هنا ديكريز والاستابيليتي انكريز. هذا الكلام اللي مر علينا لما حكينا على الكاربوكاتايون، قلنا ليش التيرتشري كاربوكاتايون از ستيبل؟ لانه في الكترون دونيتنج جروبس، مجموعات بتعطي الكترونات، فهذه اللي بتعطي الكترونات شو بتعمل في البوزيتيف تشارج؟ بتقلل البوزيتيف تشارج. واضح؟ هذا هو اللي بنسميه اندكتيف افكت، واللي بنفسر فيه ليش التيرتشر بيوتيل الكهول حامضيته اقل من الايثانول مثلا، وليش التراي فلورو ايثانول حامضيته اكثر من الايثانول. لانه مره عندنا الكترون دونيشن هنا في اعطاء الكترونات، وبالتالي زياده الشحنه هنا في سحب الكترونات، وبالتالي تقليل الشحنه اللي هي الشحنه ايش هن بتكون؟ سالبه سالبه الاو ماينس. هنا في الكاربوكاتاينز الموجب، بس احنا رجعنا لكم الموضوعين مع بعض حتى تكون يعني عندكم صوره كليه. وانا يمكن بعتبر فهم هذا الجزء او هذه الجزئيه الصغيره المتعلقه بالشحنات يعني تقريبا اساس كبير جدا في فهم كل الاورجانيك كيمستري. يعني اللي بده يكون فاهم اورجانيك كيمستري كويس وليش بتصير الحركات وما الى ذلك، بده يعرف انه في النهايه التفاعلات قصه شحنات، والشحنات دائما سعي نحو زياده الشحنات ولا تقليلها؟ تقليلها. واضح؟ يعني اول ما بتيجوا تقولوا تفاعل عمالكم قاعدين بتقولوا بوزيتيف بيجي بهاجم على نيجاتيف، او نيجاتيف بهاجم على بوزيتيف، لما نيجاتيف وبوزيتيف بهاجموا على بعض شو بيعملوا في الشحنات؟ بقللوها. مظبوط ولا لا؟ اذا هدول المثالين اللي هنا الاسيديت بتاعتهم بنفسرها على الاندكتيف افكت. الان لو اجينا على الفينول، اطلعوا معنا الفينول بنلاحظ انه مور اسيديك ذان ايثانول، يعني الايثانول 15 وكسر الفينول 10، النيتروفينول 7 صار حامضي اكثر، التراي نيتروفينول هذا بصير بسموه حامض، يعني بسموه بكريك اسيد، يعني ببطلوا يسموه الكهول، اطلعوا ايش بسموه؟ اسيد. طب ايش السبب هنا؟ السبب بالفينول بشكل اساسي هو الريزونانس افكت، انه لما بصير عندي هنا شحنه سالبه بتتنقل هذه الشحنه السالبه، وهذا اللي احنا بنشوفه في السلايد اللي بعد هيك. هنا اذا بتطلعوا على السلايد لما تكون المجموعه ار يعني الفاتيك ما فيش امكانيه ريزونانس، بنقول التشارج لوكالايزد، يعني هذه الشحنه اللي هنا ثابته مكانها.
الشحنة بتحب تكون localized ثابتة مكانها ولا delocalized؟ بدها تكون delocalized تطلع عشان تثبت، مظبوط ولا لا؟ طب قد تستغربوا أساسا هذه الفكرة الأساسية في العقوبة البشرية يوم ما بيجوا بعاقبوا البني آدم في السجن، مش بيقولوا he's arrested، خليته ثابت، مش معطيه مكان يتحرك. شوفوا أكبر عقوبة اللي الآن قاعدين بعاقبوا فيها والأسرة وما إلى ذلك إنكم تخلوا الإنسان ثابت في مكانه. الإنسان بحب إنه إيش يتحرك، فبقولوا arrested يعني خلص ثبتته أنا مكانه، ما فيش إمكانية يعني ببطل ثابت. فبنقول هنا لما تكون الار ألفتك the charge is localized، وعشان هيك هنا بتكون الحامضية قليلة. بينما في الفينول بإمكانكم تطلعوا هنا التشارج، بعرفش إذا واضحة أو نوضحها أكثر باللون الأحمر، هذا التشارج عمالها بتتنقل، يعني لما نعمل حركة زي هيك وحركة صارت مرة محمولة على الأكسجين، مرة على الكربون هذه، مرة على الكربون هذه، مرة على الكربون هذه، تماما زي إنسان عنده ثقل وبيحمله مرة بالإيد اليمين مرة بالشمال، مزبوط ولا لا؟ وبالتالي الشحنة هنا أصبحت موزعة، هذا اللي بنسميه إحنا ريزونانس إفكت، واضح؟ إذن الفينولز they are more acidic than alcohols due to resonance effect. إيش يعني resonance؟ delocalization of the negative charge، إنه negative charge تكون موزعة، localization ثابتة بمكان، مش location موقع، local موضع، مش بتقولوا local anesthetic مثلا تخدير موضعي بس على موضع. delocalization هو الخروج إلى الفضاء الرحم، التوزع، واضح؟ فبالفينول سبب الأسيديتي هو الريزونانس. يعني لما نجيب لكم سؤال صح وغلط، فينول is more acidic than ethanol due to inductive effect. No, due to resonance effect. أو نقول مثلا الترايفلورو إيثانول is more acidic than ethanol due to resonance effect. لا، هناك inductive effect. بدكم تميزوا هدول النوعين من التأثير اللي هما الريزونانس إفكت والإنتاكتف إفكت. الآن لاحظوا معنا، لو صار عندي مجموعة نيترو الحامضية بتزيد أكتر وأكتر، واضح؟ يعني البي كي اي كانت للفينول 10 للنيترو فينول حسب الجدول 7 تقريبا. طب إيش اللي موجود في النيترو فينول؟ النيترو فينول في عندي ريزونانس، يعني هاي النيجاتيف موجودة مرة هان، موجودة مرة هان، موجودة هان، موجودة بتتنقل كمان على الأكسجين، وبنفس الوقت رسم مجموعة النيترو بيعمل عندي بوزيتيف هانا. هذا البوزيتيف شو بيعمل في النيجاتيف؟ سحب. فهانا حقيقة في النيترو فينول أنا في عندي تو إفكتس، في عندي ريزونانس تشارج بصير لها ريزونانس، وبنفس الوقت في عندي طرف موجب. الطرف الموجب إيش دائما؟ بده يسحب السالب. فصار عندي خليط من ريزونانس إفكت وإنتاكتيف إفكت. طبعا تخيلوا عاد لو صار عندي مش نيترو واحدة، تراي نيترو فينول، المركب بصير فري أسيدك، يعني البكريك أسيد لونه أصفر غامق، لو انكب على الإيدين أو إشي زي هيك أو على الملابس بيحرقها، واضح؟ بصير حامضي. بينما الإيثانول لا، يعني لو أي طالبة نفترض فيك إجا على جزء من ملابسها شوية مادة هيك عضوية فيها لون، وعلى السريع راحت غسلتها بشوية إيثانول، ما بتخربش الملابس، مش فيها شيء. بس البكريك أسيد لا، بيحرق الإيد تقريبا. هذه أمثلة تأكيدية على الإلكترون with drawing groups. لاحظوا هنا بنقول لما يكون عندي 3 كلور مثلا مع الإيثانول بيكون more acidic than dichloroethanol، more acidic than chloroethanol، more acidic than ethanol itself. كل هذا الإفكت due to إيش؟
اندكتيف افكت زي ما انتم شايفينه. هذا المقارنة اندكتيف افكت. الان بشكل عام الثيولز اللي هما فيهم السلفر بدل الاكسجين they are more acidic than alcohols. يعني لما بدكم تعملوا مقارنة RSH أو ROH، يعني بدي أقول إيثيل OH الإيثانول أو إيثيل SH اللي هو الثايو إيثانول، أن هو بيكون مور أسيديك الSH. السبب إنه لما تفقد الH بتضل نيجاتيف تشارج على الكبريت، والكبريت أكبر بتذكروا الأسيديتي في الجروب بتنزل لتحت، كل ما المجموعة كبرت كل ما كانت أقدر على حمل الشحنة. لما اخذتوا الباينري اسيدز زي HCl و H2O HF وما الى ذلك، اتذكروا مع الاسيديتي في الجدول الدوري كانت تزيد بهذا، عفوا بهذا الشكل، وكنا نفسر السبب بالالكترونيجاتيفيتي، وبهذا الشكل وكنا نفسر السبب بالسايز. كنا هنا نقول السبب السايز وهنا السبب الالكترونيجاتيفيتي. طبعا هنا الاكسجين تحت منه السلفر، الاكسجين تحت منه السلفر، عشان هيك الثيولز they are more acidic than alcohols، والثيوفينولز they are more acidic than phenols. واضح؟ طبعا اللي بدهم يقارنوا المفروض بيقارنوا ايش؟ الأشياء المتشابهة. هذا مبدأ عام دائما في العلوم، لما بتعملوا مقارنات ما حدش عمره يعمل المقارنات بين الأشياء غير المتشابهة. واضح؟ يعني اطلعوا انتم مثلا في الرياضة، في الرياضة لما بيجوا بيعملوا بطولات بيعملوا بطولة بسموها بطولة الأشبال، مزبوط ولا لا؟ وبيعملوا بطولة بسموها البطولة الأولمبية الشباب الصغار شوية، وبيعملوا بطولة اللي هي بطولة الفريق الأول، فكل مجموعة بقارنوها مع المجموعة المناظرة إلها، بس ما بيجوش يعملوا بطولة أشبال يلعبوهم مع ناس كبار. كلام مش منطقي. طبعا معظم البطولات في 99% منها بتلاقوا بطولات الرجال وبطولات النساء، ما يعني ما شفتش انا بحياتي يمكن مباراه كره قدم الا اذا فانتزي بس كانت بين فريق رجال وفريق نساء، لكن بتلاقوا دوري لايش؟ للنساء. فالمقارنات دائما اشياء زي بعض. فلما انا بدي اقارن بحط هان ار وهان ار، بقول الار اس اتش از مور اسيدك ذان ار او اتش، بحط انا اي ار وهنا اي ار، الاي ار اس اتش اكثر من الاي ار او اتش، هنا بقدر اعطي جوابي بسهوله. واضح؟ بقدر اعطي جواب بسهوله. هذه القوه في الاسيديتي الان بترتب عليها خواص كيميائيه، معنى خواص كيميائيه تفاعلات. واضح؟ معنى خواص كيميائيه تفاعلات رياكشنز ببساطه. انه لو انا اخذت ار او اتش الكحول بتفاعله مع الصوديوم هيدروكسيد which is a strong base، رغم انه هذه strong base لكن الالكحول very weak acid، وبناء على ذلك ما بصيرش تفاعل، يعني ما بتفاعلش الالكهول مع الصوديوم هيدروكسيد. كان ممكن انتوا ايش اللي بتتوقعوا؟ انه يعطيني ار او ماينس ان اي بلس، بس مع الصوديوم هيدروكسيد الالكهولز ما بتتفاعلش. واضح؟ بينما الثايو الكهولز بتعاملوا كانهم اسيدز، ار اس اتش زائد ان او اتش حمض زائد قاعدة ملح زائد ماء، RS minus NA plus هذا الملح زائد H2O معادلة الحمض والقاعدة المعروفة عندكم. ليش تفاعل الـ RSH مع الصوديوم هيدروكسيد أكثر من الـ ROH؟ الـ ROH ما تفاعلش بالمرة. السبب إنه هذا more acidic than الألكهول. فثيولز الثيولز بنقول عنهم they react with sodium hydroxide producing salt and water. However, alcohols, they don't react with sodium hydroxide. واضح؟ رغم انه الصوديوم هيدروكسيد عبارة عن strong base، لكن ما زال مش قادر يسحب البروتون من الحامض لأنه هذا الحامض ضعيف. الآن بضل شغلة
انه زي ما بيقولوا وفوق كل ذي علم عليم. يعني هذا الالكهول الحامض الضعيف لو جبت له قاعده اقوى من الصوديوم هيدروكسيد يعني فيري سترونج بيس، لاحظوا التعبير تبعي انا بقول الصوديوم هيدروكسيد از سترونج بيس، انا بدي اجيب له فيري سترونج بيس بيقدر يسحب منه البروتون. الفيري سترونج بيس يا بيكون الصوديوم يا بيكون الصوديوم هيدرايد، هدول ذي ار سترونجر بيسز ذان صوديوم هيدروكسيد. فالار او اتش مع الصوديوم او مع الصوديوم هيدرايد ار او اتش بلس، انا مش يساوي بلس بلس ان اي بيعطيني ار او ماينس ان اي بلس، اعطاني الملح واضح، طبعا زائد هيدروجين في الحالتين. اذا انا ممكن اكون اللي بنسميها الالكوكسايد سولتس، هذه ايش اسمها؟ الكل اكسجين الكوكسايد، الكوكسايد سولتس من خلال التفاعل مع فيري سترونج بيس. الكوكسايد يعني لو اجيت مثلا قلت بدي CH3O- Na+ هذا المركب شو اسمه؟ صوديوم ميثوكسايد، زي ما كنا لما يعني نشوف اي مركب لو كان اسيتيت كنا نقول صوديوم اسيتيت، هذا ايش بيكون اسمه؟ صوديوم ميثوكسايد. فهذه المجموعه لما تكون مثل ميثوكسايد، لما تكون ايثيل، لما تكون فينيل فينوكسايد، فينوكسايد يعني لو كان عندكم فينيل او ماينس ان اي بلس شو بدي اسميها؟ صوديوم فينوكسايد، صوديوم فينوكسايد من الفينول. طبعا لو بدي اخذ اسم عام لكل الالكيل جروبس بسميهم الكوكسايدز، الالكوكسايدز زي ميثوكسايد ايثوكسايد بروبوكسايد. فلما تكون هذه ار او ماينس كلها شو بتصير اسمها؟ الكوكسايد اللي هو المجموعة العامة، واضح. فالآن الالكوكسايدز الار او ماينس مع الصوديوم بيتكون من خلال التفاعل مع الان اي او اتش ولا مع الان اي او الان اي اتش؟ إذن الكوكسايدز cannot be formed or by the reaction of alcohols with sodium hydroxide. واضح؟ مرات الطلاب بيلتخموا يقولوا من وين هالسؤال؟ بنيجي بنقول لهم والله sodium ethoxide can be formed from the reaction of ethanol with sodium hydroxide. لا. It can be formed from the reaction of ethanol with sodium itself. يا صوديوم يا صوديوم هيدرايد. اللي هم very strong bases بس ما بصيرش مع الصوديوم هيدروكسيد. طبعا بده يكون واضح عندكم، بده يكون واضح عندكم انه هذه المجموعه اللي مبينه على اللوح اضعف شيء فيها الار او اتش، واضح. الار او اتش هو اللي بتفعلش مع الان اي او اتش، ما فيش تفاعل ROH مع الان او اتش ما فيش تفاعل، بينما الثلاثة هذولا ال RSH وال ARSH وال AROH كلهم مع الان او اتش بتفاعلوا وبيعطوا الاملاح المناظرة RS minus NA plus or ARS minus NA plus or ARO minus NA plus. يعني لما نحط فينول مع صوديوم هيدروكسيد بيعطينا صوديوم فينوكسيد زائد مية. فينيل او اتش مثلا فينول زائد ان او اتش بيعطينا فينيل او ماينس ان اي بلس زائد اتش تو او حمض زائد قاعدة ملح زائد ماء. اذا الوحيد من هدول الاربعة اللي بتفعلش مع الصوديوم هيدروكسيد وهو الاضعف فيهم اللي هو الايش؟ الار او اتش. تعبناكم؟ بنريحكم شوي. بيقولوا وهو الأضعف. إذا بدنا نقرأها بقراءة برواية قالون عن نافع كيف بنقولها؟ وهو بالسكون، بس اللي بيقرأه بالسكون.
بالسكون. برواية أبو عمرو البصري وبرواية قالون عن نافع، قراءة أبو عمرو البصري ورواية قالون عن نافع، وهو العزيز الحكيم. واضح؟ بس بحفص عن عاصم كيف بتقرأوها؟ وهو معكم أينما كنتم، وهو وفهو ولهو، هدول بيجوا بالضمة عند مين؟ عند حفص، وبيجوا بالسكون. نرجع للألكول. زمان تعون التربية قالوا لنا لازم تريحوا الطلاب شوية إذا حسيتوهم تعبوا. preparation of ethanol. على أي حال، هذا الإيثانول الحقيقة بيمثل مشكلة. الإيثانول بيمثل مشكلة. ليش بيمثل مشكلة الإيثانول؟ لأنه الإيثانول زيه، خلينا نشبهه بالضبط، زيه زي السكينة. السكينة لابد من وجودها في المطبخ، مظبوط ولا لا؟ والسكينة في ذات الوقت قاتلة. يعني لو واحد بده يستعمل السكينة لغير الغرض الأساسي اللي هو غرض التقطيع والأشياء اللي في المطبخ هذه، بروح بيستعملها بجريمة نكراء. الآن هل بدنا نغضب على السكينة، ولا بدنا نغضب على الفرد اللي بيستعمل السكينة استعمال خاطئ؟ على الفرد. وهذا بالضبط الإيثانول. الإيثانول اللي هو الكحول الأساسي الذي يوجد في الخمر، واضح؟ الآن وبنفس الوقت الإيثانول هو المذيب الأساسي الذي تقوم عليه الصناعة الكيميائية. بمعنى أنا لغرض الصناعة الكيميائية محتاج الإيثانول، ومحتاج يكون متوفر، ومحتاج يكون رخيص. وبذات الوقت إذا بدي أجي أقول الإيثانول للشرب مباشرة بيعمل اللي هو الإسكار والخمر، خمر الدنيا مش فيها إيثانول ولا لا؟ أنا هي الخمر اللي فيش فيها إيثانول، خمر الآخرة اللي فيش فيها الكحول. والآية إيش بتقول؟ لا فيها غول ولا هم عنها ينزل. الغول هو إيش؟ لا، الغول هو الألكهول. لما إن شاء الله بتتخرج واحدة منكم بتروح تدرس في السعودية، بتلاقي عنوان هذا الفصل مش الكحولات، الأغوال. الغول هو الكحول بالترجمة العربية، الغول هو الكحول. وبالتالي هناك في الكتب المدرسية بيكونوا كاتبين يوجد غول بنسبة كذا، والأغوال وما إلى ذلك بمعنى الكحولات، واضح؟ فالآن هذا الإيثانول صارت فيه مشكلة، إنه كشرب حرام، كاستعمال في الصناعة لابد منه. طب الجماعة الكفار هدول والضالين واللي بيشربوا الكحول عاملين صناعات ضخمة للخمور، ويقوم عليها اقتصاد دول. يعني مثلا أنا بأذكر في ألمانيا الواحد ممكن يمشي في القطار ساعتين ثلاثة فقط وسط حقول من العنب، بسموه فاين تراوبن، عنب للخمر. شوف قديش يعني جزء كبير من صناعتهم معتمد على الخمر. اللي بده يعمل صناعة وبده يكسب بده يجيب فلوس كتيرة. وبنفس الوقت لما أنا بدي أستعمله كسولفنت وأغسل إيدي فيه بعد ما أعمل مزرعة بكتيريا أو إشي، بدي إياه رخيص. صار عندي مشكلة أنه بتاع صناعة الخمر لما بيكون الإيثانول في الخمور بده إياه يكون غالي. يعني لتر خمرة بده يبيعه بأربعين خمسين شيكل. وبنفس الوقت أنا لما بدي إياه في المعمل بدي اياه رخيص، لان انا بستعمله بغسل فيه وبكبه وبنظف فيه الادوات وما الى ذلك. بدي اياه باربعة شيكل مثلا اللتر، بس مش اكتر، اربعة ثلاثة خمسة شيكل حسب السعر. طب كيف بدهم يحلوا هذه المعضلة؟ قالوا احنا مستعدين نوفر لكم ايثانول للصناعة، بس بشرط ما تشربوهش. كل الناس بيقولوا اوكي خلص بنشربوش، من ورا لورا بروحوا يشربوه رخيص. ايش عملوا؟ صاروا الايثانول اللي بيوفروا للصناعة يسمموه، صاروا يسمموا الايثانول تبع الصناعة. اذا بدك تشرب بدك تشرب من الغالي، فالايثانول تبع الصناعة بيسمموه بايش؟ بالميثانول. الميثانول مادة سامة تؤدي للعمى.
بس بنضيف عليه شوية ميثانول، بس الإيثانول بضيفوا عليه ميثانول بصير مسمم. أو بالتالي لو أي ناس من انقطعوا ويجي يشربوا إيثانول من المعمل ما بنفعش، بتسمموا بأثر على بشكل أساسي على العيون عندهم. وبيقولوا أنه أكثر ناس تأثروا بالكلام الجيش الألماني لما انقطع وشربوا أشياء فيها ميثانول في النهاية وتآزوا بعينيهم. واضح؟ فهذه النقطة الأولى في الموضوع، أنه بدكم تعرفوا أنه الإيثانول سلاح ذو حدين، في الخمرة حرام بس في الصناعة لابد منه. يعني هو السولفنت اللي بنجري فيه التفاعلات. يعني احنا حتى في الجامعة الإسلامية لا نذيع سرا لما نقولكم بنشتري الإيثانول بالبراميل، فيش أحسن من السدوم، لأنه ما بنشتغلش بدونه، هو الوسط اللي بنعمل فيه التفاعلات، يعني لابد منه، لابد منه. واضح؟ الآن الإيثانول كيف بحضروه؟ بحضروه بالتخمير، بنجيب السكريات وبواقي القصب أو النشويات وما إلى ذلك، بيعملوا إيش؟ تخمير. التخمير بإيش؟ بكائنات حية دقيقة، خميرة. هنا بيجينا تناقض جديد، إنه إحنا بنقولكو لما بتعملوا مزرعة بكتيريا بعد ما تخلصوا غسلوا بالإيثانول، الإيثانول بقتل البكتيريا، مزبوط ولا لا؟ والبكتيريا كائنات حية دقيقة. بعد شوية بنيجي بنقولكو الإيثانول بتحضر من البكتيريا ومن الخميرة. طب ما هو بقتل البكتيريا والخميرة، كيف بده يصير إنه أنا بقدر أعمل تخمير وأحضره وهو القاتل؟ بيقولوا إنه التخمير بس لحد نسبة حوالي 12%، بحد أقصى 15% بطلع كحول. بعد هيك لو بدها تزيد نسبة الكحول بتقتل الكائنات الحية الدقيقة. ملاحظين؟ طيب لو شفتوا خمرة فيها نسبة الإيثانول 70%، كيف بده يصير هذا الكلام؟ هل تم هذا الإيثانول وصلت لنسبة 70% منه بالتخمير؟ التخمير لحد 4-5% الكائنات الحية بتضل إيش؟ عايشة وبتعمل التخمير لحد 12% نقول. بعد هيك إذا زاد الكحول، إذا عملت كحول أكثر حتقتل نفسها لحد 12-15%، بعد هيك بيتوقف التخمير. طب لو كان في خمور من الأنواع اللي فيها الإيثانول عالي 40-50-60%، الويسكي وال، كيف هذا الكلام بده يصير؟ بيضيفوا إيثانول إضافة عليها. يعني لما بيعملوا الفيرمنتيشن التخمير للفواكه بيصير لحد بواقي الفواكه وما إلى ذلك مع الكحول، هذا بيمثل الخمرة، لكن هما بدهم يزيدوا نسبة الإيثانول بضفوا إضافة. بس ما فيش تخمير بيوصلنا لسبعين وثمانين في المية إيثانول. فالخمور ذات المحتوى العالي من الكحول بيكون الكحول إيش ماله؟ أضيف إلها إضافة من الخارج. بقطره. نفس الخمور لما بدهم الكحول. ما انا كيف بعمل يعني انا بعمل التخمير وبعدين بعمل تقطير، التقطير بطلع لي الايثانول لحاله، التقطير بطلع لي الايثانول لحاله. هنا بدكم تنتبهوا لنقطة برضو ارجو انكم تكونوا فاهمينها كويس، انه اذا التخمير بطلع لي ايثانول، يعني لو حطيت عنب او غيره 4-5 ايام 3 ايام بيزبد زي ما بيقولوا، بيطلع رغوة وبيحول لإيثانول وبالتالي بيتحول إلى خمر. طيب الآن السؤال، بزامه بعد 3 أيام صار في نسبة 12% كحول، يا ترى لو اجيت قلت بعد ساعة ما بصيرش؟ بتكون في نسبة صغيرة جدا. لكن لو سألنا نفسنا هل إحنا بنشرب عصير العنب بعد ساعة وبعد ساعة ونص وبعد ساعتين؟ أكيد الناس بتعصر عنب وبتشربه وحلال ومعروف بالسيرة أنه بنعصر العنب وبنشرب العنب، بنعصره اليوم بنشربه بس بعد 3 أيام لا. وعشان هيك بيقولوا الخمر ما خمر العقل، أنه لحظة ما بيصل لدرجة عالية من التخمر، درجة عالية من الكحول بصير حرام. لكن أي فاكهة طبيعية لو بدي أتركها، أي عصير كوكتيل طبيعي بدي أتركه في الهواء شوية
بيبدأ يطلع كحول. لو تركته 4-5 أيام وحطيت له ظروف مناسبة من الحرارة، كل أنواع الكوكتيل بتصير خمرة. ولذلك لابد من إيش؟ من الحذر. الآن العلماء حددوا نسبة، قالوا إنه هناك نسبة تخمر طبيعي أنا لا أستغني عنها. إذا كانت نسبة الألكهول الإيثيل أو إتش أقل من لسدان، أقل من 0.05%، مش 0.1، نص ال 0.1. إذا كانت أقل من 0.05% لقيتها في عصير لا يعتبر مسكر ويمكن أن يشرب، تعتبر نسبة طبيعية. هذا التخمر طبيعي لابد منه، يعني لو بعد ما تعصر العنب 4-5 دقائق حتشوفوا هيك نسبة. فالنسبة المسموحة إنه التخمر الطبيعي يكون مثلا، نيجي نقول لكم والله عصير فحصناه لقيناه 0.001 إيثانول، هل يشرب ولا لا؟ بيشرب، بزامه 0.001، هذه نسبة تخمر طبيعي. واضح؟ هذه نسبة تخمر طبيعي. فالنسبة أو الحد اللي حطوه العلماء المسلمين بالفقهاء مع تبعون الأغذية إنه الكحول مش لازم يزيد في العصائر الطبيعية عن 0.05%. طبعا 0.05% نسبة تخمر طبيعية، تنسوش إنه الخمرة بنحكي عن 10 و15 و20، والأنواع الثانية 60 و40. واضح؟ لكن هذه نسبة تخمر طبيعي لا تستغني عنها الحياة، يعني غصب عنا مش بخاطرنا بتصير في العواصير، مش إحنا. بس برضو العلماء بيقولوا شغلة إنه هذه تكون نسبة طبيعية، يعني مش أنا أضيف كحول، لأنه الكحول بيعتبروه نجس. يعني لو أنا بدي أضيف نقطة لا، لكن إنه عصير وعمل نسبة صغيرة أقل من هذه النسبة مقبول، لكن إنه يضاف متعمدا لا. واضح؟ هذا بالنسبة للإيثانول بنحضره من التخمر. بهيك تقريبا بننهي المحاضرة اليوم.